هاد 12 سنه وانا كنمارس هاد المهنه هادي، والحمد لله كاين اقبال كبير، لان اقبال كبير عليها، لان شي حاجه اللي متميزه من المسائل ديال الصناعه التقليديه ديالنا اللي كنفتخروا بها وكنعرفوا بها، وكنلقاو عليها اقبال كبير من طرف السياح الاجانب وحتى المغاربه. الحمد لله بداو كيتعاطاو لهذا النوع من الصناعه التقليديه، خصوصا هذا الخشب ديال العرعر اللي كيبقى ديما متميز في المغرب، وعنده الزبائن ديالو الخاصين، وحتى الفكره ديال كتابه الاسماء الهدايا كتعطى كتكون فكره يعني محببه لدى الجميع. اقبال كبير على الخط العربي خصوصا الاجانب، لان الملاحظ ان الاجانب ولاو كيفضلوا يكتبوا الاسماء ديالهم باللغه العربيه، فالاجنبي كيقول لك انا بغيت اسمي باللغه العربيه، يعني شيء متميز. وحتى الخط العربي عنده واحد القيمه كبيره عند لا المغاربه ولا الاجانب. الخط العربي يعني شيء متميز، وخصنا نعطيه واحد القيمه واحد الاهتمام اكثر. مع الاسف ما كاينش مدارس ديال تعليم الخط هنا في المغرب، خصنا نعطيوه اهتمام للخط العربي باش حتى الاطفال ديالنا في المدارس يكونوا يعني يهتموا بهذا الخط هذا اللي عنده ان شاء الله مستقبل كبير في مننا القدام ان شاء الله.